كلمتين خفاف مع حمزة. أصبحكم بالخير، أصبحكم مزيان وبالطاقة مليان. معظم الحاجات اللي ما تخدمتش وعلى خاطر ما بداش تنفيذها من الأساس. الانتظار هو العدو، تستنى برشا حتى تولي هاك الفكرة مشروع غير مهم من تو. من نهار لشهر ومن شهر لعوام وانتي تستنى، عوام وانتي واقف تخليك تحس بالمرارة. هذا يتسمى البؤس والفراغ. زعما هذه العيشة اللي نحبوها واللي نتمنوها، ولا فما حاجة مازلنا ما اكتشفناهاش ونحبوا نكتشفوها؟ الكلنا نحبوا نكونوا الأفضل، نحبوا نتغيروا، لكن فما سؤال، هل نجموا نتغيروا ونتحملوا فترة التغيير؟ وقت تعرف شنو تحب وتسعى بإخلاص، وقت تفيق من غير حد ما يقيمك، وقت تقوم من فرشك وعندك ليستة متاع أعمال وتحترمها كما تحترم قوانين الفيزياء، وقت تسكت القلق وتخنق الحزن وتمسح دموع الألم، خاطر تعرف اللي مشاعرك ما تصنعش هيك الفرق، وتغير مواقفك خاطر في الأخر ما تجيب لك كان فقر الفكر وفقر الجيب، وقت تبني نظام محكم لطريق عايشك وتخلي الفوضى جزء منه، وقت تعتمد على روحك وتتعمد تكون أنت أحسن قدوة لروحك. أعرف أعرف شنو اللي تسعاله، كون واضح وقرر وكون متأكد. كان جاء الأمر سهل راك ما تبدلوش من الأول. أنت تحب التحدي، تحب الصعيب، تحب تتذوق ثمار مجهودك، هذا مجرد قانون دنيوي. لو كان الكافيار نفس السوم تاع الخبز راهو ماكلها حد، ما عندكش طاقة وتعب، فحشت المخدة والغطاء، ولا متكاسل ومتراخي، خاطب روحك وقول هل بالحق أنا تعب ولازم نكمل هالخدمة. خاطر روحك في كل فرصة، خاطر عقلك اللاواعي هو اللي قدم لك هالأوامر، خاطر روتيني ويكره التغيير. وإذا ما أجبرتوش على التغيير بوعي باش تبقى في بلاستك، خذ القرار من توا يا بطل، خذ الملكية الكاملة لوقتك، تسامح مع الماضي وابدأ من توا. هذه عملية تمنحك القوة وتضحية لابد منها. هذا يتسمى الانضباط، هذا يتسمى النضال والتجربة والغرور والصمود والتعثر والسقوط والخبرة، وهكا يتصنع التغيير. كلمتين خفاف مع حمزة.